البساط وزنها 70 كيلو جرام مصارعة حرة، المركز الثاني في الميدالية البرونزية باللون الأحمر مسلم إيفانوف كيرغستان، باللون الأزرق راشيد كاربانوف أوزبكستان.
على البساط أن يكون وزن 74 كيلو جرام والفائز بالميدالية الفوزية والمركز الثالث الهند. On mat 8, the winner and bronze medal is for India. على البساط الفائز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية باللون الأزرق أوزباكستان.